اهلا بكم. بلا شك الابتسامه الجميله مفيش اغلى منها، ويا سلام بقى لو الابتسامه الجميله، ما ابتسامه جميله يعني ابتسامه، ما الابتسامه عموما حلوه بس لما تكون جميله تبقى زي الفل. لو الابتسامه بقى وانت بتبتسم الابتسامه ما طلعتش حلوه، بنت تبتسم لقينا اسنان مش عارف ايه، فروقات في سنه متشاله، بتقلب الابتسامه الى ابتسامه يعني اللي هو ايه، انت بتروح اقفل يا عم مش عايزين النهارده. طبعا النهارده هنتكلم في تحليل ابتسامه. طبعا النهارده ضيفنا هو الاسم اللامع والكبير ويعني سوبر ستار كالعاده، تجميل الاسنان، ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع وطبعا المتميز جدا، الجراح المتميز في عالم الاسنان وخصوصا في تجميل الاسنان، هو طبعا القيمه الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى، استشاري تجميل الاسنان وتركيبات ثابته، عضو جمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، والمؤسس لمركز واي تي اشعي. دلوقتي الابتسامه بقت مشكله، تجميل الابتسام الاول علشان خاطر الناس تبقى عارفه اهم حاجه علشان تاخد ابتسامة جميلة انك تروح لديزاينر. يعني ايه ديزاينر؟ يعني مصمم. انت لو واحدة او واحد عايز يلبس، واحدة عايزة تلبس دريس حلوة قوي، لازم تعملها ديزاين. الديزاين ده معمول على ايه؟ على مقاساتها. يبقى لازم تروح لواحد فنان الاول يحللها. اكيد اكيد الاسامي الكبيرة في عالم تصميم الازياء لما بيجي يصمم لواحدة مليانة سنة هيعمل لها ديزاين غير واحده رفيعه، هيختار لها الوان غير رفيعه، التفاصيل الجسم عشان يبرزها بشكل جميل او يقلل الديفوهات محتاج يعمل حاجه اسمها اناليسز، محتاج يكون فاهم ان الجسم ده عشان اطلعه بالشكل المثالي في الدريس بتاعي مع انه مش مثالي، محتاج اكون فاهم الديزاين عامل ازاي، وابقى فاهم كمان الماتيريال اللي انا هستعملها، الخامات اللي انا هستعملها ايه. فهنا لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين الديزاينر وما بين مكنه الخياطه، تمام؟ عشان الناس تستوعب. مكنه الخياطه ممكن اكون عندي مصنع، عندي اكبر مكنه خياطه واشهر واحسن مكنه خياطه في العالم، واسرع واكتر مكنه اكيرت، بس انا مش فنان هعمل لك شوال تلبسه، تمام؟ لكن لو انا فنان ممكن بابره وخيط اعمل لك دريس او اعمل لك بدله فت عليك وشيك عليك. يبقى الاساس في السمايل ديزاين مش المكن. لا المكن مهم والمكن موجود الحمد لله، واي تي مفيش جهاز حديث في العالم، مش في مصر، مش يعني في العالم كله مش موجود، بس هنا احنا بنتكلم على سمايل ديزاين. اكلمك في المكن لما اكون بتكلم على كراون، على اندو كراون، على بريدج، على علاج عصب، على اشعه، على زرع، هنا المكان مهم قوي. الحاجات دي كلها محتاجه تجهيزات قويه جدا وكلها الحمد لله موجوده. بس احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ على سمايل ديزاين، يعني على الجانب الفني في السمايل ديزاين او على ازاي اصمم ابتسام. فانت هنا لازم تكون بتتعامل مع دكتور مصمم ابتسام. فلما تكون عايز تعمل هوليوود سمايل، عايز تعمل تجميل في اسنانك، يبقى تدور رقم واحد مش على الاجهزه وان كانت لازم تبقى موجوده، لا تدور على دكتور مشهور ان هو انت ليه الفنانين بيروحوا عند فلان الفلاني يعمل له دريس او يعمل له او يعمل للممثل الفلاني بدله. ليه؟ لان الاسم ده مشهور في المجال ده ان هو ديزاينر، ان هو بيديك احسن حاجه فت عليك. يبقى هنا لازم الناس تفرق قوي ما بين التركيبات وما بين التجميل. التجميل هي محتاجة فنان، محتاجة موهبة، محتاجة دكتور دارس للتجميل بس. احنا عندنا جزئين، جزء المثالية التشريحية، يعني ان المفروض الابتسامة ليها، الابتسامة بتاعتنا يبقى ليها ديزاين معين. ايه هو؟ رقم واحد ان ما ينفعش الخط اللي في النص بين الاسنان اللي هو خط المنتصف لازم يكون كوانسايد او بالظبط، لو في شيفت اول ما هبص هتحس ان هو ملوح، عارف لما تبص على برواز مقلوب يعني معوج كده، بتلاقي الانسان تحس ان وشه ملوح. دي بتحصل كتير في حالات ايه؟ حد ما طلعلوش ناب، في كونجنتال ناس ما طلعش ناب، او حد خلع ناب بدري،
تمام؟ احنا هنا بن بن بنوري الناس ان الـ 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 دي صورة واحدة. لو احنا عندنا التلات لو قسمنا الوش لتلات اتلات، المفروض احسن واحد اللي على الشمال لان هما مظبوطين، ده الايديال. لو بصيت على بعده تحس ان وشها زي ما نقول تاني اطول من الطبيعي. وش طويل اهو. صح، ده تحس انه قصير. صح بالظبط، رغم ان انا لما بصيت لهم في الاول حسيت ان هم نفس الصوره. هنا ما هنا بقى ده فرق الايه؟ ده فرق والله العظيم اول ما بصيت كده قلت ايش ان دول واحده الثلاثه عامل معاك شغل جايب نفس الصوره. الثلاثه واحد. الثلاثه نفس الشكل، الفروق بينهم حاجه بسيطه جدا. ده الاسمايل ديزاينر هو ده اللي يشوفه بعينه. انت حضرتك هتجيلي لما هبص لك وتروح ل 20 دكتور مش هتعرف تطلع الديفوات اللي فيك لان هو مش عارف ايه الفرق. على فكره احنا ينفع بتجميل الاسنان اغير في شكل وشك. الايديال الوش بيحب يشوف الاوفل، الشكل البيضاوي اكتر في الوش. انا اقدر اغير لك من وشك، ممكن يبقى قصير شويه اخليه اوفل، او طويل شويه اقلله بالسمايل ديزاين بتاعي اقدر اغير في وشك. هنا انا عندي تحس ان في وشها في مفتوص مقلوب. باين انه كانه ياباني بس هي مش يابانيه. احنا بنتكلم هنا الفرق في ايه؟ الانجل اللي واخده الوش هنا مقوس، هنا كونفكس. هنا اتعدلت بايه؟ بالاسنان. الاسنان هي اللي فرقت والمناخير بس في يعني هنا بس انا هنا كونسرنت فين؟ في الاسنان. لو انا عدلت مع دكتور التجميل هنا بقى انك تبقى عامل، انت فاهم، هتعمل ريبورت لدكتور التجميل. انا هنا محتاج اعمل الشفايف بالشكل الفلاني لان ليها تشريح معين لازم يتعمل بالظبط. فانا لو انا عملت التجميل بتاعي صح هبقى محتاج ان احيانا اعدل حاجه في الشفايف، مش ان انا انفخها واكبرها، مش كده خالص. بيبقى لها ديزاين معين. الانف بيبقى لها ديزاين معايا علشان لما اعمل تجميل يبقى التجميل بتاعي كامل. ده اسمها الاناليسز. انا بختار النصين التلتين ازاي، وازاي اقدر العب في التلت الاخراني بتاع بقي علشان خاطر اخليه يساوي للتلت اللي فوقيه. عن طريق ايه؟ عن طريق العضه بتاعتي. احنا لما اتكلمنا على جهاز السيرك قلنا جهاز السيرك بيقدر يرجع لنا العضه للعضه الصح. طيب لو انا عضتي اساسا مش صح باجهزه معينه وبتكنيك معين بقدر اخلق لك العضه بتاعتك اللي المفروض تبقى انت عليها، حاجه اسمها رهاب. الحالات دي من الحالات الصعبه جدا. ريهابيليتيشن اللي هو اعاده التاهيل. اعاده التاهيل دي بتحتاج 5-6 استشاريين كبار في مجال الاسنان بيقودهم دكتور فاهم. يعني الخمس سته مع بعض يعني من غير دكتور فاهم هو عايز يوصل لايه في الاخر مش هيعرفوا يعملوا حاجه. لازم في بلان. فالبلان دي بتتعمل ايه؟ على اناليسز. الاناليسز يعني ان انا بتيجي الكيس افضل احلل ابتساميتها. لازم اقعد بقى هنا معاه. هنا في غلطه كبيره جدا بتحصل. بيجي الكيس عايز يعمل تجميل اسنان، يقوم رايح لدكتور اسنان، يا دكتور انا عايز اعمل تجميل والنبي ومسافر بكره. تمام؟ طيب حضرتك مسافر بكره، اتعمل لك اناليسز؟ اتعمل لك تحليل الابتسامه بتاعتك؟ يعني ايه تحليل ابتسامه؟ تحليل ابتسامه يعني رقم واحد، فاكر الحلقه بتاعت الديجيتال سمايل اناليسز؟ لما جبنا البروجرام اللي بنصور عليه الكيس وبنحط الصور دي على الكمبيوتر ونبدا نحلل. عندي شيفت في الميد لاين، الميد لاين مترحل شويه. طيب البلين او المستوى بتاع الابتسامه بارلل او موازي للانتربابيلري لاين، حجم الابتسامه، القرش ماشي مع اللور ليب ولا مش ماشي، طول السنه، الجولدن بروبورشن، البكا الكوريدور. عندنا 21 بوينت لازم دكتور تجميل الاسنان يكون عارفهم كويس قوي بيراجعهم. عارف حضرتك لما تبقى ماسك لسته دي عدت واحد اللي هو بنقول زي الكواليتي كنترول، انا بعمل لك تشيك كواليتي كنترول على الناتشرال سمايل بتاعتك اللي هو الفروقات بين السنان، مش عارف البكا الكلودور الجوانب المظلمه اللي في جانب السنان دي، معايا بقى لسته الجام سمايل، كل ده الجولدن بروبورشن متحققه ولا لا. معايا لسته فيها 21 النسبه الذهبيه بين السنان بالظبط. عندي 21 بوينت قاعد، انت الميد لاين بتاعك سليم اعلم عليه. الجولدن بروبورشن متحققه اعلم عليه، مش متحققه ادي اكس اول واحده. بكا الكوريدور مفتوح كويس يتعلم عليه ان هو باص، مش مفتوح كويس يبقى اكس عليه يبقى هعدله. الجم
باين منها قد ايه ده بروبوشنز ده دي الاطوال اطوال دي الاطوال بشوف طول السنه المفروض ان السنترال المفروض ان السنترال يبقى اطول من اللاترال السنترال اللي هم في اللي النص اللي هو اللي في النص يبقى اطول اللاترال اللي هم اللي جنبهم اللي هم الجانبيين واللي جنبهم اسمهم الكناين اللي هو الانياب النبي بقى اقصر حاجه بسيطه جدا يعني لو قلنا ان السنه السنترال 11 اللاترال تبقى 9.5 مثلا الكناين يبقى 10.5 الفرايتي دي هي اللي بتدي الشكل الجمالي للسمايل ما جيش تشوف اتفرج على ناس كتير عاملين سمايل مسطره كانه طقم فين الديزاين هنا بحس ان انا وانا باصص لي هقول لك شخصيه كرتونيه ما حاجه انت شايفها مش مظبوطه ارتفيشال ما فيش حد اسنانه كده ما فيش حد اسنانه مسطره ابدا الفاريشن دي والفاريشن ما هو برضو الفاريشن تبقى ايديال يعني ما ينفعش اخلي اللاترال اطول من السنتر ما انا ممكن اعمل فاريشن غلط ما ينفعش اخلي ناب طويل قوي ابقى دراكولا يعني 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 حتى الفاريشن حتى دراكولا دي ده في ناس كتير قوي دراكولا بيبانوا كانهم مصاصين دماء وهم مش واخدين بالهم طبعا الفاريشن لو ما اتعملتش صح هتعمل لك مشكله هنا من ضمن السمايل ديزاين ان لازم تكون الجام عندي فيها سيمتري الجام اللي هي اللسه عندي يكون فيها سيمتريه يكون في تماثل ما ينفعش يبقى الجنب اليمين في حته والجنب الشمال في حته ثانيه ودي كيسز كتير بتيجي اول ما بشوفها حضرتك مش هينفع اعمل لك تجميل قبل ما اعدل اللسه مش هقدر لو انا عملت لك التجميل ودفعتي فلوس هتيجي بعد كده شكلك ما يعني انت غيرتي في شكل اسنانك لكن السمايل ما اتغيرتش فما ينفعش فانا لازم اكون كمان مركز اللسه مهمه جدا 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 في السمايل اناليس يعني لازم تاخد بالك منها ده في ناس كتير بتهمل اللسه الفستونينج ما ينفعش تجيلي الفستونينج اللي هي القبه بتاعت اللي هي القبه القبه دي ليها رقم لازم تحققه ما ينفع يعني ايه رقم يعني ليها اربع يعني طول ليها طول اللفه دي ليها طول في ناس بقى بتيجي في ناس بتيجي برضو اللسه دي ستريت ما ينفعش لازم تبقى في ستون يبقى انا لازم في الحاله دي بالليزر في دقيقتين اقوم راسم اللسه بتاعتي بس اكون فاهم كمان ان اللسه ديت وانا برسمها مش هطلع اعمل مش هطلع اشيل على الجدر يعني اخري ليا اخر ليا حاجه اسمها السيمنتو انامل جانكشن ده الليفل بتاعي اللي ما ينفعش اعديه سيمنتو انامل جانكشن يعني الوصله ما بين السنه ما بين الجدر ما بين الكراون والجدر ما ينفعش اعديه ادي الفروق السنه اللي انا بتضايق منها قوي هنا الجينجيفال لاين هنا ما ينفعش اللاترال السنه الجانبيه يبقى الليفل بتاع اللسه بتاعها هو نفس الليفل بتاع السنترال بتاع السنه الاماميه لازم السنه الاماميه والنبي يبقوا اعلى الليفل بتاعهم يبقى اعلى واللاترال تبقى اقل منهم من ملي ل 2 ملي هنا ده ايه شورت كلينيكال كرام يعني لما يبقى عندي لما ابص على السنه السنه المفروض ليها طول وعرض عرضها لازم يكون يساوي نسبه معينه من طولها تمام لما تبقى السنه مربعه وانا عامل الاكس راي بتاعي وشايف ان الجم نازله او اللسه نازله على السنه مغطيه جزء منها في الحاله دي انا لازم اشيل الجزء الزايد لان هنا العيب فين في ان اللسه نازله على السنه يعني هنا الكراون كان شورت رحنا شايلين الزياده بتاعته هنا شكل الكراون الطبيعي بتاعك يعني بص شكل الكراون ده من ده انه اللي شكله طبيعي اللي معمول تمام طيب هنا احنا عندنا شكل الاسنان طبيعي بس عندنا ديسبلاي عالي قوي شكل السنه نفسه طوله معقول يعني انت شايف كده طبيعي والجم مش عامل الجم باينه ما انا عارف هنا هنا الجم كتير الجم اللي هي انت شايف اللسه الديسبلاي بتاعها كتير او باينه كتير حلو مش حلو دي خلي بالكوا اللي عندهم مشاكل في ان اللي بيبتسموا اللسه سبايل مش حلوه بس هنا بقى انت كسمايل ديزاينر انا عارف ان طول السنه ده سليم تمام يبقى هنا لازم اقول ان الشفايف دي هي اللي بتترفع زياده عن اللزوم يبقى هنا لازم يبقى الحل بتاعي تدخل من الشفايف ملوش دعوه هنا بالجم انا لو شلت بقى من الجم يعني انا دلوقتي احنا عملنا لها ليبرو بوزيشننج يعني ايه بقى عمليه صغيره كده بتتعمل بنربط اللسه الشفايف على ليفل اقل من جوه والله العظيم بتتحس بالظبط انت كان عندك ديسبلاي 4 مللي فانت بتربط اقل 4 مللي بص وهي بتضحك كده خد بالك هات الصورتين تاني ورا بعض هتلاقي الكراون زي ما هو يعني سنتها لا طولت ولا حصل اي حاجه لو انت دكتور مش فاهم سمايل ديزاين ممكن تقول ايه ده اللسه دي كلها ايه دي يلا شيل شلت ايه شلت اللسه اللي على الجدر خلي سنانها شكلها بشع خلي السنه طويله جدا. بوظتها تاني حاجه السنان دي هتحتاج تعمل لها علاج عصب لان انت كشفت الجدر وبعد ما تكشف الجدر هتحتاج تعمل لها علاج عصب وتعمل لها كراون وهي الكيس كلها كانت محتاجه ايه ما تلمس السنان عشان كده زي ما قلت كتير سمايل ديزاين او هوليوود سمايل
مش ان انت تيجي اركب لك اسنان او اعمل لك قشره، دي مش محتاجه قشره، ما دي اسنانها حلوه، بكه الكوريدور مقفول، ميد لاين كويس، الجولدن بروبورشن متحققه، كل ده انا معلم عليه ان هو تمام. اعمل لها حاجه في اسنانها ليه؟ يعني ادفعها فلوس وخليها تعمل قشره مثلا تجميليه على اسنانها ليه؟ هي مش محتاجه، هي محتاجه اجراء بسيط جدا، هي انها تعمل ليبرو بوزيشننج. لو انت مش فاهم الكلام ده، يعني إعادة وضع للشفايف، لو انت مش عامل اناليسس صح ومش فاهم الايديال ايه، هتدخل الكيس في مشاكل كبيره، هتبوظ له الدنيا، هيرجع في الاخر هيعيد بقى اللي انت عملته كله، وكمان هتبقى الكيس اتضررت ريفرسبل، يعني ان انت تشيل لسه وتكشف جدر وتعمل علاج عصب، ده الريفرسبل، ده خلاص انت دخلتها في مشكله ملهاش رجع. خلاص، ما انت بوظت العصب، يبقى انت لازم تعمل علاج عصب. تعمل علاج عصب ممكن بقى هتعمل كراون. عملت علاج عصب هتعمل كراون، ونفس الشكل ما كانتش محتاجه اصلا اي حاجه، ومش واحده، ده هيبقى في كذا واحده، مش محتاجه اي تدخل، يعني مش محتاجه تدخل منك. تمام. الانسايزال بلين، المستوى زي ما قلنا بتاع الابتسامه بتاعنا، بص معدول ماشي، ده موازي للانتر بابيلري لاين، موازي للهورايزن، يعني للافق كده، يعني حاجه موزون. لو مايل بقى كده، تبقى بتبص له عايز، انت عايز تميل معاه، يعني واحد بتبقى باصص على وشه عايز يعمل كده، لو هو مش معدول لازم يبقى البلان بتاعك معدول، دي من الحاجات اللي لازم تعلم عليها. زي ما بقول لحضرتك، هم يعني 21 ايتم، مش شرط نقول ال 21 بس، هم لازم تبقى بتراجعهم. دي اسمها الجال وينج افكت. ايه بقى؟ زي ما كنت اللي هو جال، يعني طول النورس. النورس انا عارف ده، جناح احنا عندنا جال دي في الطب كتير. جناح النورس اللي هي الفاريشن اللي قلت لك عليه، اللي هو السنتين السنترال لازم يبقوا واطيين، يبقوا اطول، تجي لللاترال، تجي للكناين، ينزل تاني. الفاريشن ده يديك شكل الجال وينج، يبقى انت كده لو هو مش محقق الجال وينج يبقى عنده مشكله فيها، يبقى اعلم عليها، واما اجي اعمل له الديزاين بتاعي اخد بالي. تمام. هنا وانا بصور هو اتريست، يعني وهو في وضع الراحه للاسنان اللي باين، في وضع السمايل اللي باين، اللي هي السمايل الخفيفه، في وضع السمايل بقى المفتوحه خالص اللي بنحدد منها الشفايف دي بنطلع منها برول اسمها 42.2، اللي هو ايه اللي المفروض يبان من السنان وانت اتريست، وانت بتضحك ابتسامه بسيطه، وانت بتضحك فل للاخر. انا دي بموت، انا في الكوريدور انا بموت فيه ده. ده انا بقيت احنا تقريبا ما حدش اتكلم على البكه الكوريدور غيرنا. ما فيش حد اتكلم اساسا عن بكه الكوريدور، ولا حد ايه يعني انا اول واحد في مصر افهم يعني ايه بكه الكوريدور. يعني اللي هو الجوانب المظلمه اللي بتبقى تحس لما تبص على الصوره من الشمال لليمين، تحس ان الشمال دي كانها خلع اسنانها اللي ورا. صح؟ لا، عندها اسنان. هي مش خلعهم ولا حاجه. الدارك اريا دي تديك احساس، ما هو العين زي ما قلت قبل كده ما بتتخيلش، هي بتشوف. انت عارف انا بيديني احساس بايه كمان؟ انها فيها سن الطفوله، لا اما لسه طفله. صح، لسه طفله، او انها كبيره وخلعت. يعني لما كبرت وخلعت، ما كبيره خلعت، او صغيره ولسه ما طلعتش، او لسه ما طلعتش، او لسه ما حصلهاش نمو كامل. عندها حاجه ناقصه، عندها حاجه ناقصه. ما دام البكه الكوريدور مش مفتوح ومش فل، يبقى عندها مشكله. طيب، يبقى الدنيا ناقصه. نيجي بقى للحته بتاعتنا، انا بحبها قبل وبعد، قبل وبعد. طيب. بحب انا قبل وبعد. طيب. دي لما تعمل هنا عندك سبيسز، شكل السنه، يعني مسافات، شكل السنه السنترال دي ايه، يعني شكلها مش مظبوط، مش واخده البروبورشن بتاعتها، اللاترال عامله بيج شيب، شكلها صغير قوي. فانا عندي هنا سبيس، لما اجي اعلم اقول عندي سبيس. الجم لاحظ اللسه مش منتظمه، فابدا اعلم على المشاكل اللي عندي، خلاص هبدا اعدل، اقوم عامل الديزاين بتاعي يطلع عندي الشكل الطبيعي بتاعي. اللي بعده هنا دي كيس اتعمل لها زرعه. لما اجي اعمل زرعه لازم اعمل ديزاين، لازم الزرعه دي اما احطها ما تبقاش باينه. فهنا احنا واخدينها تيبيكال، معموله بالسيريك، معموله تيبيكال من السنه اللي جنبها، ودي ميزه السيريك ان هو يقدر يعمل لك كوبي. يعني تقدر تاخد السنه اللي جنبها تقول له انا عايز دي كوبي، اعملها لي مرايه. فيطلعها لك بيرفكت. دي فروقات، ما دي ما هي دي 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 ربنا يوفقكم. هنا دي كيس عنده انامل هايبوبليجيا، يعني ما عندوش طبقه الانامل خالص في سنانه، ده خلاص سنانه هتتاكل كلها، لازم نعمل له باك اب. هنا بقى الدكتور لو قال له انا هركب لك لامنت او قشره، انا اسف جدا، الدكتور ده ملوش علاقه بالاسنان، لان ده احنا قلنا قبل كده ان قشره الاسنان لازم تتلزق في طبقه الانامل. يعني لو انت بتعمل تحضير للاسنان ولقيت ان انت كلت من طبقه الانامل مش هينفع ودخلت في الدنتين، لازم تحول الكيس دي
لفول كفر، لازم تحولها لكراون، لان انت لو لزقت الطبقه بتاعتك القشره التجميليه على دنتين هتقع، هي لازم انامل. فهنا الكيس دي اساسا هو ما عندوش انامل، تحط له قشره ازاي وهو ما ليش؟ يا دكتور انا سمعتك بتقول بدون تحضير ومش هتلمس السنين، وحط لي لو سمحت القشره هاكلت عليه. لا حضرتك ما ينفعش عندك القشره، هنا انت لازم تحط فول كفر. ليه؟ عشان تحمي سناك، سناك دي اصلا هتتاكل، لان انت لان هي الطبقه اللي بتحمي السن عندك ايه؟ هي الانامل، الطبقه دي مش موجوده، فانت سنانك بقت هشه، فانت محتاج حاجه قويه تحميه. فهنا لازم تبقى كمان امين مع الكيس انت، وما تمشيش وراه. مش عشان ايه سمع الدكتور، واحيانا نروح لدكتور تاني يقول له انا سمعت الدكتور نور بيقول ان احنا بنعمل بالقشره التجميليه وما تلمسش السنين، عشان ما الكيس ما تمشيش يقوم عامل له قشره تجميليه موقعه. طب يعني اعمل يبتل بس قول مش انا بقول اهو الكيس كل حاجه ليها انديكيشن. هو سمع كلامك راح قشره قشره تجميليه تتعامل في حالات معينه، فول كفر تتعامل في حالات معينه، واللي بيختارها الدكتور اللي فاهم طبعا. انت نورتني النهارده، انا اتشرفت بيك كالعاده وسعيد جدا. يا جماعه هاتوا الكوفيه للدكتور نور عشان ساعه. فين الايس كاب بتاعي؟ انا طالع بدور على الايس كاب. نورتنا كالعاده. كل الشكر والتقدير طبعا لضيفي العزيز الخبره العلميه المتميزه والاسم الكبير في عالم تجميل الاسنان، وطبعا غني عن التعريف والقيمه المتميزه، الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، استشاري تجميل الاسنان والتركيبات الثابته، عضو الجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، والمؤسس لمركز واي تي الشهير. نورت يا دكتور. الى اللقاء. الى اللقاء. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته تانيه.